تعال نروح لتقرير حول عقد وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني النهاردة، مؤتمر صحفي للكشف عن التفاصيل الكاملة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته 54. طبعا زي ما انتم عارفين شخصية العام هي صلاح جاهين زي ما كنا بنتناقش امبارح. ووضحت وزيرة الثقافة ان البرنامج الثقافي بتاع المعرض السنة دي هيبقى فيه حوالي 500 فعالية ثقافية متنوعة وترسيخ للهوية الثقافية المصرية. عند دي نقطة من أول السطر أهم حاجة عندي. أسيبكم مع التقرير ثم فاصل ونبدأ فقرتنا مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة. استنونا. تحرص مصر دائماً بتوجيه ودعم وإصرار من قيادتها السياسية تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يظل معرض القاهرة الدولي للكتاب نافذة مصر الثقافية على العالم وباباً لثقافة العالم إلى مصر. 53 دورة مضت ونجحت وتركت بصمات مضيئة بجهد مدني وإبداع فائق وبذل بذل حقيقي لكل من شارك في الإعداد لها من قادة مسؤولي وزارة الثقافة المصرية وهيئة الكتاب السابقين. نلتقي عبر بوابة معرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا المحفل الثقافي والأدبي الحاضنة النوعية والوعاء الفكري الذي يعرض للإنتاج الأدبي والثقافي العربي، وهو ما ليس بغريب على مصر. نرى اليوم مصر أيضا تهتم بالثقافة موازية لاهتمامها بكل قطاعات الأخرى، وهذا يجسد القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى هذا المعرض الدولي للكتاب. الحقيقة معرض القاهرة الدولي وأنا بعشره من سنوات طويلة وباسم زملاء الناشرين هو أيقونة ودرة المعارض العربية والأجنبية. يظل معرض القاهرة الدولي هو الأيقونة وهو الدرة، لأن سبب بسيط قوي أن كل صناع الكتاب في العالم العربي وفي الدول الأجنبية وبالذات في العالم العربي يكونوا موجودين في معرض القاهرة، سواء كان كتاب أو مفكرين أو مبدعين أو ناشرين أو مفنانين أو مصممين أو أصحاب مطابع، كله بيكون موجود في معرض القاهرة الدولي حتى لو كان ليس لديهم أجنحة في معرض القاهرة الدولي. دي الميزة الأساسية لمعرض القاهرة الدولي. تم استيعاب كل الطلبات اللي تقدمت للمعرض من الناشرين المصريين أو العرب أو الأجانب، حتى الناشرين اللي هو لم ينطبق عليهم كراسة المواصفات اللي هو أو الشروط الموجودة في الكراسة، اللي هو الناشرين الجدد اللي ما كملش عدد 50 إصدار، قمنا في الاتحاد يعني تخصيص مساحة بالاتفاق مع وزارة الثقافة أو هيئة الكتاب، تم استيعاب فيها كل الناشرين الجدد وحيديرها الاتحاد بالمشاركة مع هؤلاء الناشرين الجدد في مبادرة لأول مرة أنها تحصل. السنة دي الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نطور بعض الخدمات الخاصة بالناشرين زي خدمة الدفع الالكتروني، قدرنا ان احنا نعمل تطبيق خاص للهيئة يبقى متاح على المتجر الالكتروني للاندرويد والابل والهواوي، بحيث ان هم الزائر يقدر يستفيد بالخدمات عن طريق الموبايل بتاعه ويحجز التذاكر عن طريق الموبايل بتاعه. كمان اتحنا بعض الاصدارات لمكتبة الاسرة
على هيئة PDF بحيث أنه ممكن القارئ يعملها تحميل ويقراها، ودي مجانا من الهيئة. يعني هذه الدورة مرتكزة على الهوية والحضارة المصرية، على دعم الوعي، على تحصين الأفكار من خلال كل البرامج التي ستقدم خلال المعرض إن شاء الله. بالتأكيد لدينا 1047 ناشر في كل هذه الظروف، هذا أمر لابد أن يدعو إلى الاعتزاز بهذا الأمر. كذلك 53 دولة مشاركة من مختلف دول العالم.